للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة رئيس الهيئة الدولية للحقوق والتنمية الدكتور رائد أبو داير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية. دكتور، إيرلندا وفرنسا والأردن وقبرص والسويد وإسبانيا وأيضا مصر بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية سيجتمعون اليوم في وارسو لمناقشة القضية الفلسطينية، كيف ترى هذا الاجتماع؟ يعني هذه محاولة بائسة ويائسة من بعض القوى وبعض الزعامات ظنين أن بمثل هذه اللقاءات يمكن أن يحرز تقدما على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي، متناسين أن أصل الصراع هو صراع وجود وصراع القبول بالاحتلال أصلا. لذلك هذه اللقاءات والمؤتمرات والاجتماعات هي ملهاة للوقت، وهي عبارة عن ربما سياحة سياسية يقوم بها بعض القادة ظنين أن الأمور ستسير وفق ما يريدون. ونحن نعتقد جازمين أن الشعوب إن شاء الله تعالى والنخب والمؤسسات ستنهض من كبوتها ونومتها، وسيكون هنالك رأي آخر. ما يحدث ما حدث في وارسو يوم قبل يومين وما يحدث في إيرلندا غدا وبعد غد إنما هي حالات من محاولات تمرير التطبيع على الواقع الفلسطيني بوجوه مختلفة، ومحاولة إيهام المواطن الفلسطيني أن القادم هو مفروض على الجميع. ونحن نؤكد أننا سنبقى في محافظين على الثوابت، وأن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية الأولى للأمة العربية والإسلامية، ولن يضرنا من خالفنا ولا من خذلنا بإذن الله. الاجتماع اليوم يعني يكون دون الدول الراعية للقضية الفلسطينية، هل هناك دول راعية جديدة للقضية الفلسطينية مع غياب القدامى؟ هو اخي الكريم لابد ان تسلط الضوء على العراب الكبير في انهاء القضيه الفلسطينيه، وهو السيد محمود عباس المازن. هو الذي الان يعني جزء من حاله التفكير في المنطقه، يعني حتى غياب السلطه عن وارسو ليس من باب الوطنيه ولا من باب يعني لا نريد لاحد ان ينظر لها بالشيء الايجابي رغم انه عدم حضورهم جيد، ولكن ايضا هو في الوقت الذي يقوم بايهام المواطن الفلسطيني والمواطن العربي بانه ليس مع صفقة القرن، إنه ولكنه في حقيقة الأمر يمرر صفقة القرن عبر فصل مزيد من الإجراءات التي تفصل غزة عن الضفة الغربية وعن القدس وعن واقعها الفلسطيني. وكذلك مؤتمر إيرلندا يوم غد يأتي في نفس الإطار. العراب الكبير اليوم ل يعني صفقة القرن هو السيد محمود عباس، ولا نقول حركة فتح، إنما نقول السيد محمود عباس الذي يمتلك مشروعا خاصا به متوافقا مع صانع القرار الدولي بضرورة إنهاء هذا الملف، وهو يريد أن ينهي حياته السياسية بإيجاد ما يسمى. هل قرارات محمود عباس ستمرر دون التعاون مع حماس والجهاد الإسلامي كما صرح عباس بأنه يعني قطع العلاقات مع حماس والجهاد؟ عباس اليوم وأنا أخي الكريم عباس اليوم أصبح لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل إلا فريق التنسيق الأمني في مقاطعة رام الله. لذلك حري على الفصائل والقوى الفلسطينية في الداخل والخارج أن إما أن يقبل بمنظمة التحرير بدون عباس مع محمود عباس، وإما أن يذهبوا إلى إنشاء منظمة تحرير أخرى تكون قادرة على حماية الحقوق والثوابت، ويجرم محمود عباس ويعتبر خائنا هو وفريقه في رام الله. ما توقعاتك لرد فعل الفصائل الفلسطينية على تلك التحركات؟ الفصائل قالت كلمتها، ونحن اليوم في إطار يعني إعداد العدة لمواجهة الاحتلال. ونحن أخي الكريم يعني هذه ما يحدث في وارسو أو إيرلندا ومحاولات التطبيع من القيادات العربية المفروضة على شعوبنا، إنما هي محاولة لإلهائنا نحن عن الهدف الأساسي والعدو الأساسي الاحتلال. ولكن نحن نضع كل هذا وراء ظهورنا، ونحن ماضون في إعداد العدة لمواجهة الاحتلال ومخططات الاحتلال. اليوم هناك مخططات في غزة ومخططات في القدس وفي 48، وكذلك على صعيد التواجد الفلسطيني في الخارج من طمس حق العودة ومن يعني أن لا تكون القضية الفلسطينية قضية الأمة المركزية. ونحن لذلك نحن نؤكد لشعوبنا ونخبنا وأمتنا العربية والإسلامية أن كل هذا التطبيع والعودة نحو الاحتلال سينتهي في تحقيق الانتصار على الاحتلال. دكتور رائد أبو داير رئيس الهيئة الدولية للحقوق والتنمية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.